السلام عليكم، اسمي أمينة بوشيري ومرحبا فيكم في صفي. في هالصف اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن طريقة جمع الاستثمارات للمراحل المبكرة أو اللي نسميها السيد والبريسيد. وإذا أنت كنتي مؤسسة في المراحل البدائية في المجال التقني وحابة تجمعين الاستثمارات لمشروعك، هالصف راح يكون جدا ممتاز لك. بنتكلم عن الطرق المختلفة لجمع الاستثمارات من المستثمرين، بنتكلم عن أنواع المستثمرين، مراحل الاستثمار المختلفة، بنتكلم عن الطرق المختلفة اللي ممكن توصلون فيها للمستثمرين، نصائح للتكلم مع المستثمرين، الملفات اللي يحتاجونها، وكل شيء يتعلق بجمع الاستثمارات للمراحل المبكرة. بديت مشروعي التجاري بشغف، وأنا كان عندي هدف وكنت أبي أحقق هالهدف، وما كنت عارفة أني أنا أصلاً ببتدي مشروع التجاري. لكن مع الوقت بعد ما بديت المشروع استوعبت ان هذه مشروع تجاري ولازم يكون في نموذج عمل ولازم يكون عندي شريك مؤسس واكون فريق. احتجت حتى اني اجمع الاستثمارات وانا ما كنت اعرف اي شيء عن جمع الاستثمارات، فقدرت اني اعلم روحي واتعلم من التجربة واسأل واستشير واقرأ الى ان قدرت اجمع 500,000 دولار قيمة استثمارية للمشروع. فاليوم جاية اقول لكم كل اللي تعلمته وانقل لكم من هالخبرة. أنا أمينة بوشيري واليوم راح أعلمكم شلون تجمعون استثمارات لمشروعكم التقني في مراحله الأولية، وهذه البلاي بوك الخاص فيني.